الزملاء الأطباء، نقطة مهمة للزملاء الأطباء. ده سؤال أحيانا أنا بناقشه مع الطلبة، بقول لهم اختار الإجابة الصحيحة، هل يوجد علاقة بين الجن والشياطين والسحر والمرض النفسي؟ في علاقة ولا مفيش علاقة؟ ده سؤال مهم جدا لازم الأطباء يعرفوه. الإجابة الأولى إنه حد يجاوب نعم يوجد علاقة، إنه الجن والشياطين والسحر ممكن تعمل مرض نفسي. ده الإجابة الأولى، وطبعا دي إجابة خاطئة. خلاص، طب الإجابة الثانية لا يوجد علاقة، يعني الجن والشياطين والسحر ما بتعملش أمراض نفسية. خلاص، وبرضه دي إجابة خاطئة. يبقى هي دي النقطة اللي إحنا عايزين نوصلها. الإجابة الصحيحة لا نعلم. يعني إيه؟ يعني أنا عايزني إن أنا يعني البعض ممكن يظن ان انا بكسر كل الكلام اللي انا قلته. يعني ايه؟ يعني الامراض ده هي الجن والشياطين والسحر يعملوا مرض نفسي ولا ما يعملوش؟ الاجابه الصحيحه لا نعلم. طيب ازاي؟ احنا عشان نتاكد الجن والشياطين والسحر ما لهمش علاقه بالمرض النفسي، لازم اجيب ناس عندها جن وشياطين وسحر وناس ما عندهاش، واشوف دول عندهم مرض نفسي ولا لا، واشوف دول عندهم مرض نفسي ولا لا. طب ازاي ان انا هفرق بين اللي عنده واللي ما عندوش؟ ما عنديش وسيله للقياس. انا دلوقتي لو عايز اعمل بحث على الكورونا وعايز اجيب ناس عندها كورونا وناس ما عندهاش كورونا، هعمل ايه؟ هعمل تحليل. التحليل ده وطلع ايجابي يبقى دول عندهم كورونا، طب طلع سلبي يبقى ما عندهمش كورونا، واقارن بينهم في دراسه وبحث. طب اللي عنده جن وشياطين وسحر واللي ما عندوش، هفرق بينهم ازاي؟ ما عنديش اداه للقياس. طالما ما عنديش اداه للقياس يبقى احنا ما نعرفش الجن والشياطين والسحر يعملوا مرض نفسي ولا ما يعملوش. خلاص، يبقى دي نقطه مهمه. احنا ما فيش داعي ان احنا نغلو ويتهيأ لنا ان احنا فاهمين كل حاجه ونقول لا 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 ما فيش علاقه خالص. لا، والاجابه الصحيحه لا نعلم. طيب سؤال ثاني، علاقه الجن والشياطين والسحر بالمرض النفسي تختلف عن العلاقة مع أمراض القلب ولا مفيش علاقة، ولا هي نفس العلاقة مع أمراض القلب والكلى والكبد وباقي الروح؟ دي نقطة مهمة. يعني كأن أنا عايز أقول طب لو أنت بتقول لي إن إحنا ما نعرفش الجن يعمل مرض نفسي ولا لا، طب الجن علاقته إيه بأمراض القلب؟ ما نعرفش. طب يعني يعمل ولا ما يعملش؟ ما نقدر نأكد إنه يعمل ولا نقدر نأكد إنه ما يعملش، مفيش أبحاث تؤكد هذا الأمر. يبقى ما نقدرش نقول ما فيش علاقة، وما نقدرش نقول إنه علاقته بالمرض النفسي يعمل مرض نفسي بس ما يعملش أمراض قلب. لو عمل مرض نفسي يبقى يعمل أمراض قلب وكلى وكبد وباقي فروع الطب كلها ممكن. خلاص، يبقى دي نقطة مهمة إن إحنا ما نغلوش بأفكارنا. خلاص، ما عندناش أبحاث تؤكد إنه الجن والشياطين والسحر تعمل مرض نفسي ولا ما تعملش، وكذلك ما عندناش أبحاث تؤكد انه تعمل امراض قلب او كلى او كبد او 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 ما تعملش. بس الاجابه الصحيحه احنا ما نعرفش علاقه هذه الاشياء بالامراض شكلها ايه، سواء امراض نفسيه او امراض غير نفسيه. طيب حاجه ثانيه اخيره، زي ما بنقول احنا قلنا ان المس تمام وارد انه يسبب امراض، والدليل الايه بتاعت سيدنا ايوب. الامراض دي ايه؟ اللي كان عند سيدنا ايوب كانت امراض طبيه، ما كانتش امراض نفسيه ولا اي حاجه. يبقى اذا احنا بنقول المس ممكن يؤدي الى امراض، ازاي ما نعرفش؟ خلاص، ايه التفاصيل ما نعرفش؟ في الاخير الامراض الطبيه احنا نعرف لها تمام باثولوجي، ونعرف لها مسببات، ونعرف لها علاج. خلاص، وهنعالجها ايا كان سببها ايه؟ سببها مس او سببها مش مس. وبالتالي لا داعي للدخول مع الناس في جدل، ولا داعي لان احنا نعترض على معتقدات الناس. احنا بنوضح لهم الامور، واحنا ما نغلوش لا باقصى اليسار ولا باقصى اليمين، خلينا وسطيين. الطبيب اللي ما يعرفش ثقافه المجتمع ما ينفعش يشتغل فيه، وهيخطئ في تفسير الامور الثقافيه على انها مرض نفسي، وممكن اللي لابسه جن ده كله هيشخصه انه فصام ويشخصه انه مش عارف ايه. لازم الطبيب يبقى عارف ثقافه المجتمع اللي بيشتغل فيه. الطبيب وبالذات الطبيب النفسي لازم يبقى متفقه في الدين، ولازم يبقى عارف الامور اللي لها علاقه بالدين، ولازم يبقى وسطي ما يغلوش برأيه، ولازم ما ينتقدش الناس بسخرية في معتقداتهم، سواء بيعتقدوا في التلبس، بيعتقدوا في السحر، بيعتقدوا في الجن، ما ينتقدش حد بشكل سحر. خلاص، نتعامل معاهم بهدوء، بهدوء لو سمحت.
ونتذكر دايما ان احنا ما اوتينا من العلم الا شيء قليل. كلمه بقى للناس اخيرا قبل ما نخلص، كلمه للناس. دايما الناس بيجوا يقولوا يا دكتور احنا رحنا للشيخ، ده راجل كويس، ده راجل صالح.